بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريم يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أم البني ورزق قلبك مجمع بعيون شيعة أحمد. باب الحوائج أم البنين، الليلة خصصناها لذكر أم البنين، الليلة الرابعة عادة تخصص لذكر أم البنين سلام الله عليها. وأدرب المجلس كثيرين إذا مو كلهم أصحاب حوائج، صلى الله بحقها أن يقضي حوائج المحتاجين. أم البنين وارزق قلبك مجمع بعيون شيعة أحمد مسجوم ما هز قلبك أن ثلاثا قد قضوا في الحرب صرعا والمصاب جسيم. أول عباس يهشم رأسه، كل هاي الأخبار مأهزت أم البنين. أول عباس يهشم رأسه عمد من الغدر اللئيم مشوم جاليمت أم البنين بجت لكنما أدمى فؤادك إذ نعى. هلا بهالدموع حاجة الله يقضي هالحاجتك إن شاء الله، لكنما أدمى فؤادك إذ نعى ناعي الوغى
عشان خريمه. ما بجت إلا عندما نعناها حشير. إليك لما أدمى فؤادك إذ نعى ناع الوغى أن الحسين خريم. هذا وفاؤك للبتولة ونجل غرام. نعم الوفاء ونعمتي التكريم. أنا ما ونيت لولا عجل ميامين ولا علي أضم شال الدمعة العين. لجي النوحي أو بجاي واللي سنين واللي سنين. يلا تهيئ تهيئ لهذا البيت. ها لكن بجاي او نوحي واني سنين والله تيطاح وكسر وظهر الحسين. انا اسمع لسان حال ام البنين واطلب حاجتك. انا بدر الوفا اولادي ارضعتهم وعلى حبك يا ابو الامة طبعتهم. وعلى حبك يا ابو اليمة طبعتها يا ابو لجل عينك على الزغر بعتهم. اي والله ولجل عينك على الزغر بعتهم يوم يكفيهم فخر زينب نعتهم. اسمع لسان حال ام البنين هذا الوفاء. انا تمنيت عندي من الولد. هلا بيك هلا هلا مقضية حاجتك ان شاء الله بحق ام البنين. ها انا تمنيت عندي من الولد يا يمه يا يمه والله عشرة يا وقدمهم في دل ابن الزجية يا وقدمهم في دل ابن العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أهل بيت طهروا من دنسين ولهم في الحشر أعلى الدرجات فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بينت هذه الآيات أمرين مهمين بالنسبة إلى هذه الأرض التي نعيش عليها. الأمر الأول الذي بينته الآية المباركة أنه سبب ثبات هذه الأرض وعدم ارتجاجها وعدم ابتلاع ما عليها هو بسبب وجود شنو؟ وجود الجبال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني وجود هذه الجبال بمثابة البشامير التي ثبتت هذه الأرض وجعلتها ثابتة غير مترجرجة بأهلها، غير متحركة، لأنه طبيعة الأرض أنها تضطرب كما نشاهده في الزلازل والبراكين وغيرها من الحوادث الطبيعية أو الكوارث الطبيعية. فأن الجبال جعلت بمثابة شنو؟ بمثابة المثبتات لهذه الأرض. أمير المؤمنين سلام الله عليه في إشارة إلى هذه النعمة الإلهية وعدل حركتها بالراسيات من جلاميدها. الجلاميد هي شنو؟ هذه الجبال الشاهقة، الجبال العظيمة هي التي ثبتت شنو؟ الأرض. بعد أن الإنسان الذي يضرب في الأرض، يمشي في الأرض، يحتاج إلى دلائل وإرشادات تهديه إلى الطريق الصحيح إلى أن يصل إلى هدفه. الآن كل مركب من المراكب في الجو أو في الأرض أو في كل مكان إذا مو توضع له علامات نتيجة أنه ماذا؟ يضل الطريق، يضل الهدف، يعني ما يوصل لمن؟ إلى هدفه. ولذلك الآية قالت وعلامات وبالنجم هم شنو؟ يهتدون. مستحيل الآن هذا الطيار إذا ما يطلعوا له علامات، ها؟ مستحيل أن يصل إلى هدفه، تيه ما يعرف وين يروح. كذلك هذا البحار إذا ما عنده علامات أيضا شنو؟ مصير التيه، مصير الضياع. لاحظ شلون؟ وهكذا أنت الآن إذا تمشي من منطقة إلى منطقة إذا ما عندك دلائل وعلى أمتيه، لأن هسا مدينتكم مش قد تترددون عليها، لكن كل ما أركب ويا واحد ها شغل الدليل، وهذا الدليل هو شنو؟ هو الذي يوصله إلى المكان، وإلا بدون هذا الدليل شوفه يتخبط وما يمكن أن يصل بمفرده، لأن تشابه الطرق، تشابه الأماكن زين يظل عليه الطريق، فيحتاج إلى من يدله، إما دليل آلي أو دليل شنو؟ مادي، حسي، وجودي، ما شئت فعبر. يعني بالنتيجة وأنت عايش على هذه البلاد يعني تتردد كثيرا، لكن كثير ما تحتاج لمن؟ إلى هذا الدليل، وهذا شيء طبيعي. القرآن هم أكد عليه وعلامات وبالنجم هم ماذا؟ يهتدون. زين الله سبحانه وتعالى، هنا السؤال الذي يطرح، الله جل وعلا لم يترك هذا الإنسان على هذه الأرض من دون أن يجعل له علامات يهتدي بها. الإنسان مركب من شيئين، من أمرين، مركب من هذا الجسد الذي هو من التراب من الأرض، جعل له علائم يستدل بها، وجعل الأرض التي يعيش فيها ثابتة ومستقرة. زين
بس الإنسان مو جسد فقط، الله سبحانه وتعالى أنطى هذه إلى جسد الإنسان، أنطاها إلى جسد الإنسان، قال له هذا الجسد هم مخلوق لي ويحتاج إلى من يهديه وإلى من شنو يدله على يمن على الطريق. فما أخليتي هذا الجسد، خلاله لأنه الأرض هو المكان الذي يعيش عليه هذا الإنسان، فخلى الأرض ماذا؟ الأرض اللي هي المكان اللي يعيش به الإنسان ثبته، خلاه قابل المن، لأنه الأرض إذا كانت متحركة الإنسان ما يقدر يسوي أي شيء، فثبتها زين. وقال له من تمشي، خلى له علامات أهل الفن يعرفونها في السماء، يستدل أن هذا شمال وهذا جنوب وهذا شرق وهذا شنو غرب. لكن الإنسان ليس جسد فقط، وإنما الإنسان روح، وهذه الروح أيها الأحبة تضطرب أكثر من اضطراب ماذا الأرض. هاي الروح اللي هي أعظم من الجسد، لأن الروح شنو باقية، الروح تضطرب وهي مدار الثواب والعقاب، وهي مدار كما أسلفنا البارحة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها، بها صراع شديد كالصراع التي تعيش الأرض زين، بل أشد من ذلك زين. هل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الجسد وهو لا قيمة له بالنسبة لمن؟ إلى الروح. ترى إخواني إذا أريد نقيس الجسد ويا الروح، ترى الجسد ما إلى قيمة بالنسبة لمن؟ إلى الروح. لماذا؟ لأن الروح قد أتت من المكان العلوي، يسألونك عن الروح، قل الروح من من؟ من أمر ربي. الروح من؟ من أمر الله عز وجل. يسألونك عن الروح، قل الروح شنو؟ من أمر ربي. مثل عيسى، أما الجسد مثل عيسى كمثل شنو؟ آدم، خلقته من؟ من تراب. هذا الجسد خلقته شنو؟ وسبحان الله، الله لما خلق هذا الجسد جعله على باب الجنة 40 عاما تطأه الملائكة بأقدامها. سبحان الله، أول ما خلق هذا الجسد يطأ بالأقدام، ولما يطلع من هالدنيا شنو همه؟ همه يطأ بالأقدام. ولذلك شوف هذا الإنسان بمجرد أن تخرج روحه من بدنه شنو تصبح قيمة هذا البدن؟ وإلا وحقك يعني لو ما كان محل إلى هذه الروح، ها، حتى هذه التكريم إلى الغسل والدفن، إكرام الميت دفنه، ها زين. وإلا إذا جيس أنت يجب عليك الغسل شنو الكامل، يجب عليك شنو الغسل الكامل. إذا جيس بدن الميت يجب عليك. إذن الكرامة لمن؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح شنو؟ قل الروح من أمر ربي. إذن ولهذا تشوف يعني من هذا شوف أنه الناس شقد مهتمة بالروح وشقد مهتمة بالجسد. ترى يعني اهتمامنا بأرواحنا يعني بالروح وبغذاء الروح جزء واحد بالألف من اهتمامنا بالجسد. يعني الروح تمرض كما أن الجسد يمرض، لكن شقد نهتم بمرض الروح كما نهتم بمرض الجسد؟ شقد من عندنا لما روحه تمرض بمرض من الأمراض التي لعلها تؤدي به إلى النار والعياذ بالله. مثلا واحد والعياذ بالله عند عين يحسد بها الآخرين على ما أتاهم الله من فضله، هذا مرض لو مو مرض؟ مرض. شقد من عندنا يحاول أن يعالج هذا المرض، لأن هذا المرض إياكم وأن يحسد بعضكم بعضا، فإن الحسد أصله الكفر والعياذ بالله. شقد من عندنا يسعى إلى أن يعالج هذا المرض في نفسه. لأن الحسد والعياذ بالله يأكل الحسنات كما تأكل النار شنو؟
كذلك كما قلنا العصبية، إيش قد من عندنا إذا شاف نفسه عصبي وسرعة انفعاله وسرعة دعم اتخاذ، إيش قد من عندنا من يعالج هذا المرض يعني؟ لأن بعض العيان يرتكب الحرام نتيجة هذا المرض مثلا، لعله يرفع يشهر سلاحه ويقتل واحد مو نتيجة هذه العصبية. إذا مرض له مو مرض، مرض إيش قد من عندنا يعني يفكر أن يعالج هذه الأمراض؟ بقدر ما نفكر أنه طبعا هذا مطلوب، من علاج الجسد مطلوب، لأن هذا أمانة عندك، أمانة من الله سبحانه وتعالى. لكن أقول إيش قد في حين أن الجسد أمره يتلاشى، إيش قد يعيش وياك 60 70، إن شاء الله طولة العمر لكم، لكن قد يعيش 100 سنة 120 سنة 200 سنة، الروح أبدية وياك، الروح تبقى معك آلاف السنين، بس الله يعلم إيش قد تبقى الروح وياك. وهذا الجسد ياهو من عندنا الآن 60 70 80 90، إذا واحد يوصل 100 يقولون شنو عمر تفقع، عمر نوح، شنو القضية يعني؟ وجاهو اللي بهالوقت هم يوصل 100، ما حد يوصل، وحتى لو يوصل هم هيك عمر ما يرات. نعم، حتى لو يوصل، كل إنسان يوصل وعنده حيل وعنده قوة وعنده واحد يعينه مو يعيش على الآخرين، يعني شنو الإنسان شنو فايدته يعني؟ بس نفس يصعد وينزل. فأقول أنه قد اهتمام الناس يعني، قد اهتمامنا، هذا الحديث مو فقط لكم، إلي واقعا ولكل واحد يعني، قد اهتمامنا بأرواحنا وبغذاء أرواحنا بقدر اهتمامنا بمن؟ اهتمامنا بأجسادنا. شوف الإنسان يبذل الأموال الطائلة في سبيل ماذا؟ في سبيل، تعال شوف النوم هالأيام عمليات التجميل رجالا ونساء، هذا الخشمة هيك يسوي هيك، وهذا الحلقة هيك يسوي حلقة هيك، وهذا الشفايف يسوين هيك، وذولي هم الدكاترة خوش الله فاتح لهم بابهم ما شاء الله، يصبون بهالناس ياخذون وكذا، والله شفايف سو تفخوا الشفايف، الخشم، الذان، العين، ما ادري البشرة، على كل حال. فهذا يا مولانا كله من الاهتمام، شيء حلو ان الانسان يهتم بجسده، ما اقول مو شيء مو جيد، بس قد ان نهتم بالروح بقدر ما نهتم بالجسد يعني، في حين الروح هي الاهم. زين، الله سبحانه وتعالى، نرجع الى موضوعنا وحديثنا، الله جل وعلا ايها الاحبة ايها الكرام، الارض ما تركها من دون هاد يهديها، من دون علامات يهتدي بها الإنسان، فكيف يترك هذه الروح التي تعيش اضطرابات أشد من اضطرابات الأرض، كيف يتركها من دون أن شنو يجد لها هاديا يهديها إلى طريق الحق؟ فلذلك الله جعل لهذه الروح قادة يقودونها، قادة يقودونها إلى بر الأمان، كما أن ربان السفينة يقودها إلى بر الأمان، كما أن قائد السفينة يقود السفينة إلى بر الأمان، لا بد ماذا؟ هاي الروح لها من قائد يقودها لمن؟ إلى بر الأمان. أنزين، ما حكينا ترى عصل عن السوى وشعرها، صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. على محبة أم البنين الثالثة. زين، فهذه الروح التي احتاجت إلى من يثبتها وإلى من يهديها، هم يثبتها. من الذي يثبتها؟ هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء، الأولياء، الأوصياء، هم من يثبت شنو؟ يثبت هذه الأرض. ولذلك هذا الحديث الذي ينقل، لولا الحجة لساخت الأرض شنو؟ أحسنتم،
وما كان الله ليعذبهم وأنت شنو؟ وأنت فيهم. هذا لولا الحجة لساخت الأرض شنو؟ بأهلها. لولا وجود الإمام سلام الله عليه، وجود النفس المعصومة. شوفوا أيها الأحبة، الله جل وعلا أول ما أراد أن ينزل بشرا إلى هذا الكوكب، إلى هذا المكان، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ أول شيء. ليش؟ لأنه الخليفة الوتد الذي والركن الذي يثبت شنو؟ هاي الأرض. لأن أنت إذا تريد تبني بيت، أول ما تبني شنو؟ أول ما تبني شنو؟ الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها البيت. ما يصير تبني جدران وتقسم البيت من دون أن يكون له شنو؟ أعمدة وارتكازات أساسية. وإلا أنت شنو الفائدة؟ ابني أحسن بيت، إذا ما بي سرعان ما شنو؟ ينهار. فلذلك الله لما أراد أن يجعل بشر على هذه الأرض، أول شيء صنعه ماذا؟ قال إني جاعل في الأرض شنو؟ خليفة. وأول شيء أعطاه لهذا الخليفة هو العلم، زوده بعلم يخفى هذا العلم حتى على عباد الله المقربين وهم الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس؟ قال انبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا لا علم لنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. شوفوا، يعني يجي البعض، أنا أقول لأن احنا نسمع أنه علم الغيب عند أهل البيت عليهم السلام، هذا من علم الغيب، الله أعطى علما لآدم وهو النفس المعصومة. الملائكة وهم العباد المقربين المكرمين عند الله سبحانه، الذين لا يعصون الله ما أمرهم. ويش الملائكة؟ الملائكة ما يعصون الشيء. نعم، ما يعصون الله سبحانه وتعالى أبدا، عباد مكرمون. مع ذلك خفي عنهم علم زين، الله زوده علما، زوده إلى النفس المعصومة وهي آدم عليه السلام. إذن إذا الإمام المعصوم، قلنا أن المعصوم يعلم الغيب، قالوا لا، حتى من ربعنا لا تشي دعوة تروح زايد، لا تروح زايد كيف زين يا أخي. هذا الله لما نقول أن العلم إجت وإنما علمهم العليم، الله سبحانه وتعالى هو اللي زودهم بالعلم، هو اللي أعطاهم العلم، كما أعطى آدم وأخفى هذا العلم حتى على ملائكة. قال انبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم، قال يا آدم انبئهم بأسمائهم. شوفوا، إذن أول شيء جعله على هذا الوجود هو منه؟ هي النفس المعصومة. ليش؟ لأن لولا الحجة لساخت الأرض شنو؟ بأهلها. زين، لولا الإمام المعصوم لساخت الأرض بأهلها. الإمام الصادق عليه السلام كما في الرواية في البحار، وجعلكم أركانا لبلاده، وجعلكم أركانا للبلاد أن تميد الأرض بأهلها. يعني شنو؟ أن تميد الأرض، تذهب يمينا وشمالا، أن تذهب يمينا وشمالا. ثبت هذه الأرض بمن؟ بالنبي وآل النبي صلوات الله عليه وسلم. ثبت هذه الأرض بهذه النفوس المقدسة. ولذلك إخواني، هم هذا ما مختص ببقعة معينة، لأن احنا نقرأ في الزيارة الجامعة وجعلكم شنو؟ أركانا شنو؟ لبلاده، وساسة لعباده، وأركانا شنو؟ للبلاد. هنا الألف واللام للشمول،
كل الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم شنو؟ إذن أركان لمن؟ للبلاد إخواني. من هنا العلماء يقولون يقسم الناس من حيث تأثيرهم الوجودي إلى قسمين. قسم يعتبرون ركائز لهذه الأرض، ولولاهم لساخت الأرض شنو؟ بأهلها. والبعض الآخر وجودهم أو عدمهم شنو؟ سواء. أقرب لك المعنى. هذا جسد الإنسان، جسد الإنسان مركب، عند رجل وعند إيد وعند قلب وعند رأس وعند رقبة وعند أعضاء داخلية. لكن لما تجي من حيث الأهمية، أن الإنسان ما يمكن أن يعيش من دون قلب، لأن يعني بس ينشال قلب الإنسان شنو؟ يموت. الإنسان ما يمكن أن يعيش من دون رأس، من دون رقبة، إنسان ما يقدر يعيش من دون هذا، لأن يعني بس ينشال من عنده الإنسان يموت. لو ما يموت تهيموت. لكن الإنسان يمكن أن يعيش من دون إيد، يعني الإيد مو مهمة؟ الإيد مهمة، بس يمكن أن يعيش إنسان من دون يدين، مو إيد وحدة. يمكن أن يعيش الإنسان من دون شنو؟ من دون رجل. يمكن أن يعيش الإنسان من دون عين، يمكن أن يعيش من دون أنف، يمكن أن يعيش من دون لسان، يمكن، لكن ما يمكن أن يعيش من دون شنو؟ قلب. ما يمكن أن يعيش من دون رأس. إذن هذه الأجزاء أساسية وين؟ في جسد الإنسان. هاي الأجزاء أساسية في جسد الإنسان. هذيك الأجزاء مكملة لمن؟ لهذه الأجزاء. نعم، إذن هذا الوجود فيه أجزاء أساسية وفيه أجزاء شنو؟ مكملة. وهكذا في كل المركبات، حتى مثلا الصلاة، الحج، عندنا الصلاة كلكم تقرون، كلكم تعلمون، عندنا أركان وعندنا شنو؟ واجبات. الأركان هي التي إذا لم يأتي بها الإنسان سهوا أو عمدا الصلاة شنو؟ باطلة. مثلا واحد قام للصلاة ما كبر وذكر بعد مدة، صلاة صحيحة لو باطلة؟ باطلة صلاة. لكن أكو أشياء واجبات، مثل من؟ مثل القراءة، مثل الذكر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى، التشهد، التسليم. إذا الإنسان نسى أن يقرأ حتى قضت انتهت صلاته، أصلا دخل بالركوع الركعة الثانية، صلاة صحيحة أو مو صحيحة؟ صلاة صحيحة. أنا قلت الله أكبر، رحت للركوع نسيت أقرأ. الفقهاء يقولون صلاة شنو؟ يابا ما قرأت، يابا يقول لك قرأت نسيانا مو عمدا. إذن وهكذا في الحج، مثلا الحج عرفة، عندنا الحج عرفة والمشعر الحرام. الإنسان إذا أدرك الوقوفين شنو؟ يعتبر شنو؟ يعتبر حاجة تلك السنة الحج. أما باقي الفروع الطواف وغيرها يمكن أن شنو؟ يمكن أن يعوضها، يمكن أن يستأجر، يمكن. لكن إذا فات الوقوف عرفة فات شنو؟ إذن هاي الأركان الأساسية لمن؟ الأركان الأساسية للعمل. إخواني كذلك أهل البيت سلام الله عليهم هم الأركان الأساسية لمن؟ لهذا الوجود. هذا الوجود أهل البيت سلام الله عليهم هم أركانه شنو؟ أركانه. لولاهم صلوات الله عليهم ها لساخت الأرض شنو؟ هم الذين يثبتون. ولذلك واحدة من فقرات هذه الزيارة الجامعة العظيمة أركانا لمن؟ لبلاده. أركانا جعلهم شنو؟ أعمدة لهذه البلاد. شوف لذلك فضل أهل البيت علي من فضل أهل البيت على كل هذا الوجود. ولذلك لا أحد يستطيع أن يؤدي حق أهل البيت. جزاكم الله خير، هذا حضوركم إلى هذه المجالس ترى هو تأدية لجزء من حق أهل البيت عليهم السلام.
ترى لأهل البيت حق في رقابنا. أنا دوم أقول الحسين شاركنا في كل صلاة يصليها مصلي، وكل عبادة يتعبد بها إنسان فللحسين نصيب بها ولأهل البيت، لأنه بذل سلام الله عليه الغالي والنفيس في سبيل أن تبقى هذه الصلاة وأن تبقى هذه المناسك وأن يبقى الحج. لذلك هذا اللي يسأل الإمام سلام الله عليه، لأنكم بعض الناس يا أخي ما تفهم فقه الحديث، ما عنده دراية بفقه الحديث. لما ذاك قالت 19 حجة، قال له لو أنك حجست 20 حجة، ما حجيت 20 حجة وتركت زيارة الحسين سلام الله عليه، لما أديت حق رسول الله صلى الله عليه وآله. الله صلى الله عليه وآله محمد. لعل البعض يسأل لماذا؟ لأن يا أخي لولا الحسين بني أمية لما تركوا لا كعبة، أولم يحرق يزيد الكعبة؟ أولم يضربها بالمنجنيق؟ ألم يحرقها؟ لكن من اللي أبقى الكعبة؟ اللي أبقاها الحسين سلام الله عليه، بقاها إلى يومك هذا تطوف عليها الملايين هو الحسين. اللي أبقى الصلاة الحسين، اللي أبقى فروع الدين الحسين، اللي أبقى أصول الدين الحسين سلام الله عليه هو الحسين بأبيه وأمي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. ثانيا أدنى أحاديث أيها الأحبة تؤكد على هذا المعنى، أنه ماذا؟ أن الله يرزق الورى ويمن عليهم ببعض الفئات. مو عندنا لولا أطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب شنو؟ صب. الخاطر الطفل، الخاطر البهيمة، الخاطر الشيخ. هسه الشيخ إما أعم يقولون من الفاسق ومن المؤمن، وشيوخ شنو؟ ركع. أعم يعني إشارة إلى الشيوخ المنحنين، يعني مو ركع راكعين وساجدين. زين، الله ببركة هذه الفئات، بركة الطفل وبركة نعم الحيوان، الله يرزق الورى. أكو تعليق لطيف للعلامة المجلسي على الله مقامه، يقول إش قد إحنا من السوء بحيث أن الله يرزقنا لأجل البهائم ولأجل الرضع. يقول إحنا إش قد ما مأدين حق الله عز وجل، لكن الله راحمنا بمن؟ هالأطفال وبهالميمن وبالحيوانات. هذا أنت الحيوان اللي لعلك تستحقر، يجوز هو ببركته الله شنو؟ الله رازقك، والله منزل الخير، والله منزل الفيضات عليكم. لكن إذا هذا الله سبحانه وتعالى بخاطر الطفل ينزل البركات، فكيف إذا كان نفس المعصوم صلوات الله عليه اللي هو الحبل الممدود بين الأرض، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض؟ هاي الفيضات لما تنزل شنو؟ تنزل ببركة أهل البيت سلام الله عليهم على هؤلاء الناس. نعم، ولذلك الإنسان العارف بمقام أهل البيت عليهم السلام، شوف ما يدخر شيء ولا يجعل لشيء قيمة أمام أهل البيت عليهم السلام. فديوم تدري الفتانة هواي، كل زمان أكو من يفتن وأكو من يغري الشخص على آخر. اجوا إلى محمد بن الحنفية، اي نعم، هذا واحد من المظلومين محمد بن الحنفية، وما ظلامته إلا ترى يعني أم زينة. عسى أنا في اليوم لعل يتناول محمد بن الحنفية، لكن أكو ناس للأسف يعني على كل حال. فديوم قال له شو أبوك يذبيك بالحرب؟
وتارك الحسن والحسين خلف بالخلفيات، ترك الحسن والحسين زين، وانت يدفع بيك بالمعركة. قالهم انا يمين ابي علي والحسن والحسين عينا ابي، والانسان يدافع عن عينه بما بيده. شوفوا اخواني العينين، شوفوا الوصف، انه احنا كلنا فداء للحسن شنو؟ لانهم عيني رسول الله، بهم استمرار الامامة. امسك عني هذين الغلامين، لما كان يندفع الحسن والحسين في الحروب، امسكوا عني لكي لا ينقطع بهما نسل رسول الله. كم مشروع الهي. من هذا الباب ايها الاحبه، شوف الزهراء لما اجوا ياخذون امير المؤمنين خرجت بابي هي وامي، لان قالوا الامير المؤمنين تخرج تبايع والا شنو؟ ضربنا شنو؟ عنقك. الزهراء وظيفتها الشرعيه شنو؟ ان تحامي عن من؟ عن امير وظيفتها. الان اذا امامك تعرض الى الخطر، رجال نساء كل واحد بينا يجب عليه انه شنو؟ الجهاد ويفدي الامام. اذا حس ان الامام بمن ماذا؟ هذا عقيدتنا لو مو هي عقيدتنا خلاص. القضية مو فقط متعلقة بالرجال، لا حتى بالنساء زين. ولذلك الزهراء لما طلعت، مو طلعت مجاملة، مو طلعت بطرانة وقفت ورا الباب، لأن القوم كانوا مصمم، وتدري أن أمير المؤمنين لا يبايع. فطلعت الزهراء لعلهم شنو؟ لما يسمعون صوتها يرجعون. طلعت الدافع تبين لنا قيمة وعظمة الإمامة وماذا تستحق الإمامة من التضحيات. ولذلك يقولون لما طلعت الزهراء بأبي هي وأمي خلف أمير المؤمنين وأرجعوا أمير المؤمنين إليها، قالت كيف أصبحت يا علي؟ قال وأنت كيف أصبحت يا ابنة رسول الله؟ شوف جوابها، خاطر تعرف انت شنو لازم تصير امام امام زمانك. قالت يا علي اذا كنت انت بخير فانا بخير، اذا انت بخير علي انا بخير ما يهمني. في حين كانت شنو؟ كانت قد اسقطت جنينها وقد كسر ضلعها ولطمت عينها، هاي كلها كانت قد جرت على فاطمة. لكن هاي عبارة فاطمة اللي قالت يا علي إذا كنت أنت بخير فأنا شنو؟ فأنا بخير. إذا أنت سالم يا علي كل الوجود سالم، كل الوجود سالم. ولهذا احنا عندنا علماءنا والمحققين أن الحسين أمر زينب بعدم الخروج إلا بعد قتله. لماذا؟ لأن لو أدركت زينب رمقا من حياة الحسين وشافت القوم لوجب عليها أن تضحي بنفسها من أجل الحسين. الحسين قالها ابقي زينب في خيمتك، يعرف الحسين. من هذا الباب مدام قلبك تهيأ على أم الحسن، شوف أم البنين ما كانت مجاملة إلى بشر بن حذلم. يعني لما كانت تقول اخبرني عن الحسين أهو حي أم ميت، يعني مو كانت الجامل، لا لا، هي ما تشوف في الوجود إلا من؟ إلا الحسين. هي وأولادها وكل من في الوجود فداء للحسين، حتى وإن كان من أولادها قمر العشيرة أبو الفضل العباس، لأن هي تحس كل الوجود فداء. اخبرني، شوف عبارتها، اخبرني عن قرة عيني الحسين أهو حي أم ميت. يقول هذا بشر، يقول تعجبت أنا، لأن أنا جاي أقول قتل الحسين فأدمعي مدراره، جا
يحكي بلسان عربي فصيح. هاي المرأة لابد مذهولة. يقول سألت واحد بصف قلت له منو هاي؟ قال لي هاي أم البنين أم العباس وإخوته. قلت لا تثريب عليها، فقدت أربعة أقمار، هاي حقها من متنبهر. يقول فأخبرتها، بديت أخبرها عن أولادها واحد بعد الآخر، لكن كانت تجاوبني بجواب واحد: يا فلان أرأيتني سألتك عن فلان؟ أخبرني عن عزيزي الحسين، هو حي أم ميت؟ يقول قلت لها عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة. تصورت هذا الخبر يهزها. يقول وضعت يدها على خاصرتها، سقط الطفل من على متنها، قالت يا ابن حذلم قطعت نياط قلبي. اخبرني عن الحسين، اهو حي ام ميت؟ تقول لي يما عين ما نشتك عن الاولاد، انا نجدك عن عزيزي ولبل انفاد. مرحومه هالعبارات، الله يقضي حاجتك ان شاء الله. يما يما انا نجدك عن عزيزي ولبل انفاد، يما ما تحسيها يا لو يا ضعن عاد. ايش كان الجواب؟ قلها عظم الله اجرك بالحسين، غدا بواد الطفوف بغير تكفين، اولف السجاد بضعون النساء اياوين، او نصب برا المدينة الهمم خيم. رجعت ام البنين مولولة معولة صارخة نادبة وهي تنادي: وولداح وحسينا. ولسان حالها انتهم. ويا ام البنين ها لا تبردها، انت قل لي ام الولد للعازات يراد يراد. يما والناس كلها تحب الاولاد. اي والله الولد للعازات الراد، وانت يا ام البنين وانا العينك بعدهم يا ابو السجاد. يما بسكون سالم للوطن راد. يما انا قلت سالم ترد يما للاوطان، واقول انبيك جرح الاربع خان. اسمع ام البنين ها. يما انا لو ادري بحليبي هلو الفجان، يما ربيت لك بعد يا حسين خوان. وصلت أم البنين وين وصلت؟ إلى البيت الذي جلست به زينب، بيت الحسين. زينب وقفت جارية، قالت لها لا تدعين أحد نساء تدخل علينا، نريد نبكي على الحسين، وش معنى شماتة وش معنى شتائم، ما نريد واحد يدخل يشمت بينا، خلينا نتفرغ العزاء الحسين. الرواية عندنا أن الإمام فرغهن الإمام السجاد، وحتى عد الطعام للبنات رسول الله. منعتها الجارية، قالت لها سيدتي زينب، قالت لا تدخل علينا امرأة إلا سبيت كما سبينا أو أصيبت كما أصيبت. اسمع جوابها بلسان الحال، اتقلها أنا مو شامت أنا أم الابني، وأنا مو فاجدة واحد اثنين. شنو عندك انت؟ أنا فاجدة عباس وأولاد المياه. أنا فاجدة عباس وأولاد البيامين، والله وجيت واسي جنب الحسين. زينب سمعت صوتها، تفتت للعلويات، صاحت يا الفؤاد
عطم فكن الباب جت شركتنا بالمصر. هاي ام البنين هاي العزيزه حي. دخلت ام البنين لكن لما دخلت شو تصيح؟ تصيح وولداه وحسينا يا زينب. اجت بس ما عرفتها ام البنين، تعدت ام عباس من زينب ترى نجدت يا ناس يا اخيها المرى. ما عرفتها يعني زينب هالكثر من غير منها. شلون عرفتها؟ عرفتها لما صاحت زينب واخا وعباس يا 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 يما يما حنجدك على راح البحر. العبرات هنيئا لكم الله يما يا نجديك على راح المحل يما سوى الخواتم الخم يما يا حدريه شجاع وبيه ظل يما ودريه ضرب السيف فنلح يما والله لو كان ما راضين عنه انا لروح الكرملة وعاتب. وبعد يا ام البنين اي والله وعاتب الله وعاتب الله وحليب الرضع تلحرم ادقل عيم من كان نجدج عن اخوتي الاربعة يا هلا بدر صدرك وطيبة ومرضعة يما لو ما تشوف القمر ما هي مقطعة ما مشيت ويا العدم اسبية. اسمع زينب تريد تدلها الجميل ها شو تقلها؟ هنيئة لك تقلها حاشا تصير مثلك مرتبو يما هيك وفايا وتخلف هيك خو يما يما ما تقلي بلبن صدرك شكو. يما ما تقلي لي بلبن صدر الشكو يلي جبتي هالاخو مشكورة تقلي يما حلايل عليك يا يما حلي حلي بي يا عباس ما قصرت طيبي يما بر الذمة يما بر الذمة يا البيض وجهي عند ابو اليم. الله الله شلون كلام هذا؟ شلون كلام هذا عظيم؟ ها قالت لها امه بس العباس قبل لا تفارق يطلع للخيمه قبل لا يطلع للخيمه العباس قبل لا يطلع من الخيمه وراح للمعركه قال لي اريد وصيه اوصيك فيها من توصلين للمدينه. قالها يا زينب يا ضوء العين لارض المدينه من تطمين لو شفتي امي ام البنين اريد ان على امي تسلمي. اي والله اريد ان على امي تسلمي يا زينب ولو ردت تحجين لا تقولين وقع عباس مقطوع اليدين. شاش اقول والله وقف سور ما دون الصواوين اوضح النفس عباس لحسين. اي والله وخلي بجيها بس للحسين. الله الله هلا مرحومة هالعبارات هنيئا لكم. أيوة. عاد هنا ام البنين قالت انا تمنيت حلم
واقعد بحلمي. هذا البيت لكل واحد مفارق، كل واحد ما يجي ها يصدق بخبر جاي لك. ها انا تمنيت حلم واقعد بحلمي وفج من نومتي والقاك يمي. يما وش بقلك يا يما وش من ريحة امي. والله واشكي لك بعد يا حسين امي. يا واشكي لك بعد يا حسين. سألت وخذت الجواب، لكن هالبيت وأسألك الدعاء. نعم أكو كان طفل على كتف أم البنين على عاتقها، الفضل ابن أبي الفضل ابن العباس، هذا هم يريد يشوف موقف أبوها. يقلها يسأل عمت زينب، هالبيت وأسألك الدعاء. يا عم أنجدك عنبونا عنبونا، يا عم أنجدك عنبونا، يا عم صدق بشامهم طفوا عيون. لا تدعوني ويك يا أم البنين. هنيئا لكم، الله إن شاء الله يوفقكم لكل خير. نعم إن شاء الله. خلي دمعتك على خدك، لأنه من أبواب استجابة الدعاء. شوف يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول من بكى على جدي الحسين حتى صارت بمقدار جناح بعوضة، جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. في الحديث وإنك لا تحتجب عن عبادك إلا أن تحجبهم الذنوب شنو دونك. فمجلس الحسين إذا رق أين تجدني؟ قال تجدني عند القلوب المنكسرة. قلب إذا انكسر، وعليه من ينكسر؟ على مصيبة الحسين، انكسر على مصيبة الحسين. فإذا الرحمة الإلهية بي، فخليك بهذا وادعو الله سبحانه وتعالى. الآية الشريفة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله، أمن يجيب يا الله، 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 يا الله. اللهم شافي وعافي جميع المرضى يا الله، لا سيما المنظورين منهم يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم وفقنا لخدمة الحسين. ترى واحدة من الدروس التي نستفيدها من أم البنين أنها علمتنا كيف البكاء والعزاء على الحسين. ترى من الدروس المهمة اللي كلمتنا شلون نبكي على الحسين، شلون نقيم العزاء على الحسين. إخواني، هاي الرواية أنها كانت تصنع قبور خمسة وتنعى وتندب الحسين بأججى ندبة، حتى أن مروان بن الحكم هذا الوزغ بن الوزغ كان يبكي على بكاء أم البنين. شقد إذا شجوا، وين كانت تطي ظهرها لقبور أولادها؟ ها يقولوا لها قبر من هذا؟ تقول لهم هذا قبر عزيزي فاطمة، هذا قبر الحسين. إحنا أمهات أولاد حي وعنه حبنها فاطمة،
إلها العزاء وإحنا المعزين، هي صاحبة العزاء. شوف تعلمنا من أم البنين، هاي دروس من أم البنين سلام الله تعالى. ذلك صارت باب من أبواب أنا مطمئن، لأن مك واحد في هذا المجلس أقدر أقولها بضرس قاطع أنه توسل إلى الله بأم البنين ولم يفرج الله، توسل إلى الله بأم البنين. الله إلى أبواب يحب أن يتوسل منها أم البنين سلام الله عليه. اللهم اكتبنا جميعا في ديوان خدمة الزهراء والحسين إن شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من هذا المجلس المبارك إلا وأنت راض عنا وغافر لنا خطايانا. اللهم المؤسسين لهذا المأتم المبارك، اللهم تقبل هذا العمل منهم بأحسن، ومن الحاضرين الكرام جزاكم الله خير جزاء المحسنين، واقعا أجركم على فاطمة، وفقكم الله لكل خير. اللهم ترحم على أمواتهم، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم. إلى أرواح أمواتهم، أموات المؤسسين، من مات على الإيمان، شهداءنا الأبرار، من مضى من علمائنا، من مضى من خدام الحسين، من لا ذاكر ولا وارث يرثه. وإلى روح المرحومة والدة أخونا وعزيزنا الحاج أبو بلال السلمي، الحاج أم سليم التي توفيت هذا اليوم في مدينة سيدني، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها الفسيح من جناته، وألهم ذويها وولدها وبناتها الصبر والسلوان. فإلى روحها الطاهرة وأرواح أموات من ذكرنا جميعا، رحم الله من أهدى إلى الجميع ثواب الفاتحة، مع الصلاة على محمد وآل محمد.